تعمير سينا، ويمكن امبارح زميل عزيز محمد عبد الله واحنا كنا بنتكلم قال هي رسائل للداخل وللخارج. تعمير سينا ملحمة مهمة وكبيرة وضخمة بتقوم بيها مصر. يمكن امبارح واحنا بنتكلم مع اخواننا السيناوية وقاعدين عمالين بنتكلم، وهل شفتوا ده كلام ده حصل قبل كده؟ هل هذه المشروعات الضخمة جرت قبل كده؟ كلهم دون استثناء واحد يذكر قالوا ما حصلش تاريخيا في التاريخ. دايما سينا كانت بيتم التعامل معها باعتبارها البوابة الشرقية لمصر، فهي أرض صحراوية شاسعة بس، وبالتالي كان الإنجاز اللي فيها بيبقى وكأنه على استحياء. يعني هنعمل هنا مستشفى صغير، هنعمل هنا مركز شباب صغير، هنعمل هنا محطة مية صغيرة. لكن اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت دي، سواء إذا كان من الحرب الشاملة على الإرهاب للقضاء عليه، وفي نفس الوقت البناء الكامل المتكامل والشامل لسينا، لا دي حاجة تانية خالص. المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سينا معانا على التليفون. أهلا أهلا بيك يا باشمهندس ناجي. أهلا أستاذ يوسف، كل سنة وانت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة وكلنا طيبين يا رب، وسينا دايما حلوة كده بيكوا وبأهلها. دايما كنا بنتكلم امبارح يمكن على مدار الحلقة عن إنه اللي بيتعمل في سينا هو بالتأكيد مختلف حتى عن النظرة إلى سينا تاريخيا، مش بس بنتكلم على 10 سنين ولا حتى على 50 سنة من وقت ما حررنا سينا. تاريخيا اللي اتعمل مختلف تماما عن اللي كان طريقة التعامل والتفكير في سينا زمان. تمام، عايز أعرف بتعملوا إيه في سينا؟ إيه اللي بيجرى في سينا؟ سينا فندم، سينا ملحمة وطنية شاملة بتتم في سينا، والنظرة للقيادة السياسية ليها من حوالي أكثر من 10 سنين اللي تم فيها إنجاز لم يتم منذ أكثر من 60 سنة. يعني لو احنا خدنا بس في خلال 9 سنوات، فقدر أنا معاك أنا بسمعك، لو خدنا حوالي 9 سنوات الماضية فقط من 2014 حتى تاريخه، حجم الإنجاز وحجم الاعتمادات اللي تمت في سينا أكثر من 600 مليار جنيه تم صرفهم على سينا وتنميتها عشان ما تفضلش فراغ، وده كنظرة ليها بعد أمن قومي. رسالة السيد معالي دولة رئيس الوزراء امبارح بالنيابة عن الرئيس، الرسالة طبعا محمل بها من سيادة الرئيس، إن عشان يقول إن أهالي سينا ويقول للأطراف الأخرى الخارجية في هذه الظروف الصعبة إن سينا غالية علينا، وعمر ما في حد مصري هيفرط في ذرة رمل واحدة، فتنمية سينا واقع ملموس وليس كلام. وقفت من الكلام والشعارات إلى واقع ملموس بدءا من القناة. فتنمية سينا يا فندم بدءا من القناة، من عند الأنفاق والكباري والنعديات إلى المدن الجديدة اللي سعادتك بتعرضها، المدن الجديدة من أول إسماعيلية، المدينة المليونية في رمانة، رفح الجديدة، الإسكان الاجتماعي اللي تم في العريش. سواء احنا بنتكلم انا بس ده شمال سينا، لو اخذنا كمان شمال وجنوب، تنميه سينا يا فندم تنميه شامله في جميع المجالات، تنميه سياحيه، تنميه عمرانيه، تنميه الصناعيه، تنميه من اللي هي الرعايه الصحيه، المجال الصحه، مجال التعليم، مجال الاسكان، كل المجالات، المجال المينا العريش الضخمه اللي باذن الله تضع سينا والعريش على مصاف الدول المواني العالميه، ايضا القطار اللي هيمتد، السياحه الدينيه اللي سانت كاترين، مشروع التجلي الاعظم اللي هم بيه جهاز تعمير سينا، ده لوحده انجاز ضخم بتعود بالمدينه لسيرتها والصفه الدينيه بتاعتها المقدسه اللي بتشهد، اللي طبعا بيحتفل بها العالم كله، وذات مكانه دينيه عند العالم كله سواء الديانه الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه. اهتمام يا فندم بالتعدين، اهتمام بالصناعه، اهتمام بالبنيه التحتيه، تم فيها طرق. معالي رئيس الوزراء امبارح بيقول انا كنت باجي من 2010 ما كنتش اعرف اتنقل بين التجمعات وبعضيها، النهارده فيها شبكه طرق عملاقه بتشق وسط سينا وشمال للجنوب، وتربط الشمال بالجنوب، تربط وسط سينا، وصلنا لحد الحدود. امبارح البرنامج المؤتمر الصحفي كان من عند المعبر عشان نقول ان سينا ارض مصريه ولن نفرط، قالها امبارح معالي دوله رئيس الوزراء. صحيح. ان حتى لو ما نفرط في ذره رمل واحده، حتى لو كلفنا مليون شهيد،
كل الكلام ده يا فندم الالتفاف اللي حصل امبارح من القياده من الشعب كله من التنفيذيين ونواب مجلس الشعب والاهالي وكلنا كل الناس ملتفه حول الرئيس وحول الجيش وحول كذا. احنا النهارده التنميه يا فندم كانت مستمره من 2014 الحرب الارهاب الجيش والشرطه في بيحاربوا الارهاب وكنا ممكن نقول ان احنا نفضل مستنيين 10 سنين وبعد كده ننفذ لا كان التنفيذ شغال جنبا الى جنب مع التطهير الارهاب ولذلك نشوف الطفره العمرانيه النهارده الطفره الزراعيه يعني تنميه في جميع المجالات تمت في سيناء وفي شمال سيناء على وجه الاخص عشان ترجع سيناء باذن الله زي ما حضرتك شايف الصور الجميله دي واقع وليس صور من التلفزيون لا ده واقع على الطبيعه. ما هو اللي انا شايفه ده الحقيقه مبهر يعني خليني افكر مع حضرتك بصوت عالي ما اراه هو مش مجرد تنميه سيناء فقط لاهالينا هناك لكن كمان احنا بنحولها لنقطه جذب استثماري بشكل عام داخلا او خارجا وفي نفس الوقت نقطه جذب لاجتذاب المواطنين المصريين من المحافظات الاخرى للعمل والعيش في سيناء. تمام. صح ولا انا لا صح يا فندم دلوقتي سيناء اصبحت مصدر جذب وليس مصدر طرد للسكان النهارده مصدر جذب ليه؟ لتوفر اولا البنيه التحتيه الاسكان موجود الارض الزراعيه موجوده الميه بقت ما فيهاش مشكله اصبحت دلوقتي كل عوامل او العوامل النجاح ليها او النجاح الانسان يتنقل من الوادي يجي الارض الفسيحه الجميله اللي هي هواءها نقي على البحر الجميل على الارض الزراعيه الخصبه الميه اللي الدوله تمت بيها سواء في المحطات التحليه النهارده في محطه واحده في العريش عباره في محطات كثيره لكن في محطه عملاقه 300,000 متر مكعب يوم افتتحت في اكتوبر اللي فات المرحله الاولى منها 100,000 متر مكعب يوم ان شاء الله تفتتح في المراحل الجايه ال 300,000 متر مكعب هيقضوا على المناوبه اللي كانت في مشكله ميه سواء في العريش او في وسط سيناء او في رفح او الشيخ النهارده ما فيش مشكله في التعليم ما فيش كل المدارس الكليات التعليم الجامعي بقى في جامعه العريش بقى في المستشفى العام بقى في دلوقتي مستشفى في كل مكان مركزي اصبح المدارس بجميع انواعها اللي كنا بنحلم بيها في سيناء النهارده بقى موجود التعليم للمدارس اليابانيه المدارس اللغات الرسميه وغير الرسميه كل ده يا فندم افتتح واشتغل في سيناء كنا بنحلم بكل الكلام ده بقى موجود فاصبحت النهارده جاذبه اي حد يجي وهيلاقي الارض موجوده التجمعات التنمويه اللي سعادتك بتشوفها ديت في 17 تجمع تنموي منهم 10 في شمال سيناء و7 في جنوب سيناء الخمس فدادين مستصلحه وممتد ليها الشبكات والميه بتاعتها موجوده زائد منزل بياخده المواطن على مسطح 200 متر كمان امبارح التجمعات الحضريه التنمويه اللي حط حجر اساس لها دوله رئيس الوزراء امبارح 11 تجمع تنموي ايضا في الشيخ زويد ورفح عشان اللي بيقول لك هتسيب الارض فاضيه عشان تهجير لا ده الدوله امبارح حطت حجر اساس بالفعل والشركات كانت موجوده وكانت مصطفه المعدات عشان تبدا العمل الفعلي يعني سينا يا فندم في القلب من القياده السياسيه في القلب من المصريين كلهم وتنميتها وتعميرها لا يقل عن حمايتها من الارهاب الجيش بيحميها من الارهاب وتنميتها وتعميرها ايضا هي لحمايتها ايضا بتنميتها وتعميرها لملء هذا الفراغ الجغرافي حتى لا تظل مطمع لاي غاصب او اي معتدي عليها باذن الله يا رب يا مساهل باذن الله ما فيش حد هيقدر يقرب خالص يعني لا مشكورا إن شاء الله. جدا مهندس ناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء.